الإنسان عبارة عن كتلة من المشاعر والأحاسيس، ومرات يصير خلاف مع أهله وأقاربه، والعصبي يفقد السيطرة على تصرفاته، ومن يقعد ويا نفسه يحاول يعالج المسألة. إحنا وفرنا عليك التفكير، وراح نكون حلقة تسامح بينك وبين خصيمك. المبدأ تعاونوا على البر والتقوى، خلي نتعاون، خلي نبث روح التسامح بقلوبنا قبل أهلنا وأصدقائنا.